صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور ويا هلا ومرحبا فيكم وصلوا على النبي. ومن المعبيله والحين بنطلع منا وبنحوط هي اليوم معنا بطولها وباكر تغطيه الحدث الاكبر ختام سيف الاتحاد. باكر عندك الاربع الرموز الاربع من عاد بن سعيد الحظ. واليوم ان شاء الله بنكون العصر في الميدان باذن الله تعالى وصوب العزب وذيك المكيانات. وبنقول لكم الشيء الطيب اللي يسعد خاطركم. والعيابهم قلبي لا طب متولع بحلو المباسم واسمعي بجروح المحبه وين الذي حبك الطلاسم ولي من لفت شارته مهبه انس مثل كي المياسم. هيك حنبوك يوم الربع وهي من متى مو انه اكل لكم نسير وبعد كل براسي كمان خنزره تقيعني تصير ما انت ما احنا عاد جالسين بتجي ومن ينام نومه واحده ولا كومه واحده ما ينعرف له. يا مرحبا يا مرحبا. اما هالمكان في الليل هالمساحه كلها تنترس ما شاء الله. كان هذا اللي رادين من الدوامات يمكن ولا شيء. البارح وجقت الساعه 11 شفت هالمكان كله متروس سياير. ويوم اصبح الصبح ما اشوف حد. عب من الساعة 7-8-9 ما تشوف حد بالساعة 11 وطالع ينترس هالمكان. يمكن اظن هنا شيء مكهى ولا شيء هنا هالجانب تلقاه. هذا الكوفي. يا هالسيح كله ينترس. سبحان الله. هذا الشارع كلها طالع عاد يصير بك على السريع. يا ها يا احنا هيك احنا تو عدال الجبال ترى هالمعبيلة. مع البحر. بيننا وبين الجبل دقيقتين وبيننا وبين البحر 20 كيلو. صباح الخير الربع. زين لا تقولها بدون نفس. جالس مطير هالكمبره ولا تتحدث. ايه بقولها بدون نفس وعني الصبح. الساعه كم؟ خلينا ما داعي نرجع. الساعه كم وعني كل الصدق؟ الساعه 10. وكيف صار البركه مع القايم ما مع النايم؟ الساعه 10 انا قايم الساعه 7 جالس وحدي. كما الجني ماشي منه هالكلام. ليش بعدك نايمة بنده التليفون نسولف معك تراك اشوفك مكمر اليوم مكمر. نعم وعني من الصبح والله مبودك ما هتفسل ولا هتسقى لا حفسل ولا حنسل. وليش يا المصرين لف هالكمبرة تتعبها بعصمك. ها صد 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 انا على هالتقطيره اللي غترتك ما شاء الله. اباك اليوم تحوش في المركاب عالميه. خلها كنت تقدر ما تحزب راسك كما الصرار ما هتقول لازم اشوف الغدره لازم اعدلها. هي سوى شوف كنت كما حياه مهدى لي سوى مع حكمتك دومك متهدل. شو رايك في زين التقطيره ولا لا؟ قول الصدق. اجاملك انا بقول زين. اه؟ اجاملك وبقول زين. ولا هي ما زينه؟ لا ما زينه زينه ابو العبد زينه. لكن الشيخ مو كخرنا من متى نترجحنا؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. ساعة ونص والله جالسين في اللوبي من ساعة ونص انا وابو العبد. بتروح طال عمرك عند ابو عناد دينيبي. ابو عناد عزمنا على غدا. لكن الشرهة الأولية علي انا. ولا انت بهالراس بهالشعر حالك كما البلاليط ما هسفرك البر غير اليوم. تراك الدختور الا اليوم شايف انه. مشكلة كل يوم معي كل يوم مسكين. زيد ما عليه. عود البصل يصير على طول ويرد على محصوله. الغدره اللي ما تلبس انا جامدك ليه حلوه. لف اشوفك تو لف اشوف كم اسرار كم ربع 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 كيف والله هني معلومه راجل ها اقول لك يوم انا مسفر انك ما احلى تو خلاك كما محزوم الصرار. لكن زينه كم نسيب لك ما حتصير حروبات كم نسير معزومين على غدا. يلا رحنا عند ابو عناد عند منا نسير ابو عناد غالي
بعد كنت معك ما شفته نهين الغالي انت مخبار انت مساء الخير رفقة الدكتور يا حي يا حي يا راشد يا ابو حمد صحة مساء الخير مساء النور يا مرحبا مساء ابوك ابوك زين زينه لو صحة منهم حتى لما تلبس كشمة انت غاوي الشيخ والحين هنا ما اسم المنطقة نصيرها العذيبة العذيبة عندي ابو عناد جايينك يا ابو عناد انا والدكتور وهذا الربع موجود عندك مو على تفيزر يوم يركب ورا ما تعال هنا قدام انت تفيزر نعم تفيزر يوم يركب ورا ما يتصيبه دكتور تصيبه الربع لا والله لكن ما يهون علينا عندي ما يهون الربع ربع حبيبي تعال هنا شويه تقرب يقول لي يحب الحب ويحبه ايه شو يسوي اللي يحب الحب ويحبه لازم انه يصون ويداري ويغرف ماي ويكبه ايه وينضحى على الحوش من خاري اللي يحب الحب ويحبه لازم انه يصون ويداري ما يشل الماي ويكبه مو بعد ينضحى على الحوش من خاري لاعب بي خطير ابو سيلر ريسي خطير لاعب بي في الهواء لعبه عارف انه ما عرفت انت من منكم شاعر انت ولا هو شاعر ربع انت عن شيء علي وشيء علي لكن وانتم ما مركبين بيتين زين مو نسوي صاحب قشك وعند اختور شيء كذا وشيء شباريكو مشيكو شباريكو مشيكو شباريكو يا هي ها هي ها شوفها بتوكي لعيالها يوم يلقى الدختور قام يطيح بي انا دكتور أيوة. مره فتها الرمانه انت قلت له في اللوبي وجابها السالفه صدقه ما كمل خمس دقائق ريال صافي نيه حلي وحلك ريال جزاه الله خير ما يخبي من اسمك؟ من مسماي؟ مسماي انت؟ الميسم ولبيسه ميسم مبسوط اليوم الربع من حصل الدختور كم يغتلي من اسمك من؟ قلب علي من اسمك؟ ميسم مسماي مره اخابر اصور يلا كباب لحلق والمنقاية اللي نورته محطة المها يا أخي يهمني ان انت جنتل وما يهمني ان انت شيك ترى المهم انك متكشخ دي اللي عجبني فيك لو تطلب مني روحي ترى يا عمري كله بعطيك لو تطلب مني عيوني والله ما تغلى عليك ولو تطلب مني فلوس اسمح لي في الشرطة واشتك عليك واشتك عليك في الشرطة خل انتو هاي حلكم المسألة هاي الفلوس هذا القصيدة اخر شيء فلوس واشتك عليك في الشرطة خليه يكمل اسمع اشتك عليك في الشرطة نقع مع بعض فورطة بلاش يا عمي تحرمني وخليني يجيب لي جلطة وامرني امر ومشيلك عفا على الجمر وافضل ماشي وراك بالقهوة لو حتى طال العمر وايش اسمي يا عمي موكا موكا ليك للناس اللي حبوك والموقعنا مقابل مركز الشرطة وان شاء الله ما توقع نفسك فورطة لو انت جاي من معبيله تشريف يا غالي تعالى لو انت جاي من الخوض عد على موكا موكا وعد للموت هي تلوح وغمي حالك اذا عندك بنت له القهوه هاتها ما هيبه اقول لك القهوه تتكلم والراس تتالم وانت الشارب وانا المعلم انت من دامك كنت مركز الشرطه لا نقف ورطه هين هذا حالي انا هذا امريكان ونص المضو حرمانه هذا سبانش نتيه يا رجال انت كنت عم الشيخ والبيه هذا فوم كله دلع ومنقاه ساكت محطه الماء ورود ما هي ورود خذ بقى للربع اضرب بابوي الامريكاني يا مساء الورد مع كل نسمه برد شفت الناس الطيبه بريحه وعطر جيب الورد جيب وطن هتعمل لي منشر جيب هذا ابوي وصلنا العذيبه صوب ابو عناد وقت من يوم الشيخ يباصره ولا انا ما اوصل هنا وجهتك على اليسار وجهتنا على اليسار هنا اظن يمكن ها الشيخ هنا يمكن يا مرحبا كيف الحال؟ حالك بخير؟ يا مرحبا مرحبا كيف حالك بخير؟ مرحبا كيف الحال يا ابو عناد؟ يا هسه على المبارك شوفتك مباركة. الله يطول عمرك وهالربع اللي موجودين عبد العزيز والله ونعم كيف الحال يا عبد العزيز؟ ايش حالك بخير؟ الوم الربع هذا انت طالبين الربع وجبنا لك الربع مرحبا. يا مرحبا ابغى اسالك عن الربع من اي نوع؟ من نوع المكان داح اليوم دكتور ناصر بن حمد الشبلي يا مرحبا يا مرحبا مساء الخير عليكم الخير يا مرحبا يا مساء الخير يا مرحبا كيف الحال شيخ؟ حالك بخير يا مرحبا من الرجال؟ سعيد بن محمد من ياسر والله ونعم نعم بحالك مليون وهذا من عدالك
الربع ايه الربع المهلوع. ما لا 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 متسفر متسفر ما كان بارا الله يا رب انك علو ايه خلاص الحين ابو عناد كان لا كان له طلب وابو عناد مره قال له طحت واقف الله مرة كل اللي فاطركم اليوم مرة خالص يا سلام عق عق غترتك الربع غلق غترتك فوق عق الغترة فوق ها شايفين الشعر حلو والله ما شاء الله ما شاء الله والله 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 ونعم مليون شيخ ابو عناد كو وهذه احنا واجهتنا ابو عناد جزاه الله خير والله ما غاوي غاوي اهم شيء السماعات وانت اشوف 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 انت هذا الربع ما كان اليوم في الوزاره ما اظني ما حد على ودر هذه المساله ما حالك ادعاها هذه المساله ادعاها يا الغدره ما انت مسوي لي يسمون هذا تو انا وياك شكو شباب هي تو والله تو حلوه وانا والله حلوه ها اهم شيء السماعات اجلس انت تو انت متبططها لي والله تو حلوه الغدره ابوش والله طحنا بحدنا عدلنا نعم انا واقفين ساعي غدرني وساعي تغدر نفسك شوف الشيخ مساء الخير يا مرحبا شو الاخبار مرحبا ابو راشد يا سلام امس بوك من صورناك دخلوا هالبهله كلهم قالوا والله ونعم ابو علي ونعم ابو علي ما شاء الله معارفك ومحبينك واجد الله يعزك ابو راشد وبهله تستحق وبهله من الان يعني تتجهز لاستقبالك يا أبو الله يطول عمرك احنا بنجيك حافل قدم طال عمرك وخاصه وبسمتي انا ما مفارقه وجهي مرحبا اي والله مرحب. العظيم ولا مو تقول الربع ها اين بنصير صوب بهله الغالي عند من؟ عند هالشهر الرجال الشهر ها؟ ومسوي لنا برنامج اي نعم اهم شيء الرمايه ها؟ ترى ما تراقب ترى ما هي عب عند كل عليهم عيونهم يوم اللي عليك انت تبتر ما انا وانت انا ما انت هيك بضوك سكتون ونكع ها شو عند قشكع عاد نكع سيده هي عند تحت الاهداف نكس مسويين طال عمرك رمايه عامه لولايه بهله هالبهله كلهم من عمان بعيوب كامل عندهم الربع في رمضان كانت بلنسي بعد في رمضان معهم بيسووا بطولة كرة قدم وطائرة وكل شيء لازم شي. لازم تلعبونه لازم انت بمرة شل جوتيك في ديك انت ما بتلعب انا استوي الحكم لا بيلعب طائرة هو بيلعب طائرة انا بكل اهت لا طائرة ولا قدم يا رجال خلها على الله وش طائرة انت تشكع خلي المسألة على المتقدمة يبا بشيكا وشباريكم يا مرة مرحبا يا ابو راشد شو الامور؟ اوه الامور طيب ابشرك كلك في مسقط؟ انا في مسقط والامارات ومن وين يحب خاطرك الله يطول عمرك عمرك طويل وباكر ان شاء الله بتحضروا الركب والله ان شاء الله تعملوا ايه باذن الله احنا تابعناك تابعنا تغطيتكم الله يطول عمرك البليد وشجعتنا بصراحه ترشيحك بكره بنختصر الموضوع ترشيح يا طويل العمر والله احنا نتأمل ان شاء الله للهجن كافه للمؤسسات لكن ترشيحك معمل ان شاء الله تكون عند البكر السابق لأي مؤسسة نتمنى ان شاء الله البشاير مع الريف وعنات بدماني مع الريف صح؟ الريف مع الريف بدماني بنختصر الامور نفس ما قلنا يلا حيا باكر مع من؟ مع مخايل هجن البشاير محمد لهيب مخايل الهجانة ولا؟ هجانة السلطانية هجانة السلطانية مع صبية سلام الهجانة السلطانية سلام سلام مع صبية محمد لهيب الشيخ ترشيحك حياك الله يا حي الله ابو راشد ان شاء الله عندك هذا عندي انا ان شاء الله لكن ترشيحك باكر شوط الصيف الذهبي مؤسسات متنافسين فيه الهجانة والبشاير ناموس ان شاء الله للبشاير للهجانه مع من؟ مع السلطان هيدا هجانه مع السلطان هلا هنا هنا مع مخايل مع مخايل صبيح صبيح ابو علي مع من باكر الشوط؟ والله اذا جات لاطمه رموز معاها بشاير مع البشاير اي مطيه؟ اسمعي وش؟ العاصمه الريف الريف العاصمه العاصمه ما نبغاك مع الريف ها مع الريف نعم هجن البشاير هجن البشاير
طبعا ما يرشح ما يرشح يعني مطلوب عليه ترشيح مطلوب عليه ما, ما 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 يرشح لان منوع قوي هذا الفخري والكلي حد بوي سار مع مع بعناد سار مع مع البشاير مع الريف احنا عند البشاير وعند كل الربع ابو راشد هذا كلام مفروغ منه نعرف الحب موجوده في عناد لكن انا باكر ان شاء الله اذا القبله صح والامور طيبه ولك على ما اتمنى انا بروح مع منصوره للهجان السلطانيه سلام مع راشد الغيلاني وانت مع من انا وياك قول مع 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 منصوره وانت تروح انا وياك ابوي الربع اذا فازت منصوره لك باكر شاره 200 ريال ان شاء الله بسم الله صاحب محمد صاحب. ها؟ مع محمد صاحب. مع محمد الغيلاني. بيض الله وجهك يا ابو عناد انت واخوانك وبني عمك والربع اللي جيناكم عليكم بياض الوجه وصدكم جم من النوع القوي. وانا برفقة الدكتور. وحيه بيض الله وجهك يا ابو عناد وابو علي عزيز الشباب كلكم بيض الله وجهكم الكرامه. حسن الاستقبال والله يطول اعماركم جزاكم الله خير ولا راضين عليكم توصلوا ما توصلون هذيك الدار وانتم مارين. الله يطول عمركم. إيه نفلت القنبرة حتى ومعرة منها يصفر إصرارك. لا أنا ما إيه. ماشي هي هتراها السمرة وطايحة عدك. مو تقول مو كلمتك. الله يجزاهم خير وتشريف وفرصة سعيدة إن جلسنا وياهم قعدنا وياهم. بيض الله وجوهكم يا أخوي شمنا والحين على وين؟ على ميدان. بنقول لكم الصورة والأحداث من هناك وفي لقاءات مع أحد المضمرين والأمور اللي كلها من النوع كالبكندا هذا أبوي إحنا وصلنا لفليك فالسويحات يا سلام اسمي مكان عذي وغاوي وفنان ومن نوع القوي صحيح اسمي شيء لفليك عسوتي متركبات هالجبال عليها يا سلام سلم أنا أقول بكم هل البدو هالعزب هذا يعزبوا هنا مستانسين مستانسين المكان طيب والمكان غاوي ومن النوع القوي صحيح ياه أنا أبوي عكني هنا وإنساني الربع ما هسيل في كان بات هنا مو رايح كان يجيب فراشنا بات هنا بات أنا رايح أنا يلا تعسي كبر ربيع إلا بنخطف أنت بياكل مو مش شيء في بيتك داخل السيح معود مو ايه عاد ما حالك ودر ولا انت متسوى الكشاية وصلنا ابوي مع عمدة المضمرين الى عزبة ابو محمد ابو محمد مساء الخير مساء الخير يا ابو راشد سعيد. خلاص انت ميتنا ان شاء الله بنت نومس وبنسبق اول شيء ناموس الحلال اليوم الله يبارك فيك شو الظبي والله الظبي ناقة لها الحين 8 سنين تركب وناقة راعية ماضي طيب راعية ماضي طيب وحنا أخذ منها لمتوية نباها للكاس الله يطول الغاطر. يا سلام هدي يوم عطاء خليناها للدول ويا الثاني بيت الحمد لله زين ركضت اليوم اللي على دوب مرة ما في كذا لا 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 لا, لا مرة طبيعية يستاهلون هجن البشاير وصاحب السمو فيه. يستاهل وانت رجال مجتهد ومن 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 عمدة المضمرين وقدام المضمرين اللي تعرف المطية من شوفتها والله لا عندك دعم انت تغدى مضمر ما عندك دعم التضمير يروح تدعمك السبوق نعم يوم توصل لك الريال هي والله يوم السبوق ما عندك سبوق مد العزبة لازم يكون الطاقم كله متوفر لكن احنا هاتين لك مضمر جديد مو رايك نخلي معك الربع والله زين ايش رايك ها 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 طيب يقول لك. لكن يقول شيء يقول بقيك يوم تركض الظبي بس بيضل. من محبين الظبي الربع جزاه الله خير ها الربع وين هالظبي اي واحدة الله تبارك الرحمن الله يبارك فيه اقوله ما شاء الله هي قلنا لك كذا الربع ما هين من ضمع مع الدختور كل شيء هي عرفه تبارك الرحمن الربع وهذا ابو محمد ابو محمد جزاك الله خلاص الربع خويك من اليوم زين شريف ودور له حرمه وزوجه هنا اللفه السويح انا جنوب وياها ها اي وخلك واحده باغي زين باغي من نوع مو محمد هلا ابو راشد باكر شوط الاشواط شوط الصيف اوه باكر ذروه السنام باكر ذروه السنام نعم
الشين شو هباتها؟ وين؟ اللي في العزبة. والله العزبة ما نلومها على ركب. أنها مديات في بشاير. مديات. ونقول مشاركة. يوم بيشارك نبيض الله وياه. أنا أظن أن بنيول بالسيف عدال الشاهينية هنا. يا رب. ها؟ يا رب. تستاهل يا أبو محمد. لا لا يلنا بالسيف مرة سنة مركضين خلاص. مرة؟ مرتين بنفكه. عسى الله يوفقك. أركضها الحول إن شاء الله. تستاهل. الله يبارك. العرب كلها مجهزة ومستعدة وهذا سيف غالي. سيف الاتحاد. أكيد سيف الاتحاد غير فيه. أبو محمد يا ملطمة ويا ما شلة ما غريبة عليك العلوم الغانمة. لا يوم عندي سبوق. نعم. علي. يا غير ما عندي حزامة. حزامة والله أنها. عندك. عندي إن شاء الله. باكر إن شاء الله. إن شاء الله. عندي. بإذن الله تعالى. حسن. يا مرحبا. براشد بربريسة طلع مش قهوة. طلع محل أطفال. حلاق مال أطفال. من الصغر ما أخذ لوايل متعود أنت أحطيب الأرقام حر أنت على الطوايل شرنا حرصة. محمد هلا يا مرحبا حياك وشاك. شو باكر إن شاء الله نتمنى لك ناموس آمين. إن ربك يا باش شو للربع للريال بكرة يستاهل مرة هدية صفقة يستاهل بنمتك. ها الربع مو تقول سابق ان شاء الله يا حد بتلحس الدعه. هذا يوم يقول لك رفت الاعلام بالكلي والركض في شكله ولونه باكر كل هذه هنا منصات الجماهير. هذه اكبر منصه في الخليج لسباقات الهجن منصه بيدان الخليج. هاي منصات الجمهور منصه كبار الشخصيات من هذا الجانب كل شيء مهيئ ابويا والجوائز حاضرة وموجودة وكل شيء من النوع هذا. هذا الميدان باكر أبويا أربعة أشواط شوطين لأبناء القبائل وشوطين للمؤسسات عن مؤسسة هجن البشاير والهجانة السلطانية ومنها يكون سعيد الحظ شوط الشعب ثنايا وشوط الشعب وشوط الثنايا مؤسسات وشوط الحول لأبناء القبائل والسيف الفضي وشوط الحول للمؤسسات والسيف الذهبي من أبويها يظهر بالسيوف هين بتروح السيوف. هذا كله أبوي الساعة 3 العصر بكرة بنشوفه على هذا الميدان ميدان الفليق لسباقات الهجن في ختامي الاتحاد العماني لسباقات الهجن وسيف الاتحاد. من أبوي بيظهر بسيف الاتحاد هل بتعود منصورة صاحبة سيف إسحار ولا في ولا مؤسسة هجن البشاير بنشوف ولا أبوي مع صبيع يكون ختامي مجهز من جهة الإعلام النقل التلفزيوني من هنا تبدأ منا الانطلاقة 8 كيلو الدورة كاملة. ها 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 هذا اللي فيها هنا 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 يوم الامتحان كرم المروة ويهان هنا ما في مرحميني هيدوقن أبوي على الفليق بكبرها وهنا ها هنا رفع السيف الله يوفق. مرحبتين عبدو مرحبتين هين سير هين تبع ها من هاي يلطم السيف من هاي يشل السيف من هاي يشل السيف هذا يشقع بيد. وبدلنا أبوي من جو الركض وجو الترشيحات وكل شيء غيرنا الموضوع وجينا أبوي الموج مسقط قلنا نتشوف أبوي عد بسمة كل عد العزب والميدان بنغير شوية بنتمشى هنا صوب الموج صوب الكوفيات صوب الأسواق أبو هنا وصوب البحور ونتشوف الدنيا احنا وياكم. والله يعطيكم الصحة والعافية. الدكتور عاد عنده ضيعة ينجزها ويعود علينا وأنا وصديقي أبو العبد نتمشى هنا مو وشو سوى براشد؟ بنتمشى لين ترد عليه. لو سوى العبد؟ عبدو؟ عبدو مو سواه وحليك تعرف الشيء سواه يوين بغى يركض أبو العبد. وهذا بالسلام أبوي وصلنا المول رفقة هالأخوان من الكوفيات يمين ويسار ومنك قدام البحر بعد وكوفيات والأمور أبوي كلها عالمية. تغير أبوي جو العزب علي
كنت أسوي جو المدينة والحداثة والعراقة. ها أبو العبد مو مو ما شاء الله عليك. زعل خف السير تشون ما تلاحق خطفته ما تسحب صوره أبو العبد. هي أنت يا باكر كما تغواها البكر الشيخ ولا هو فرحان إيه. هذا أبوي هنا اليوم في الموج عيد الماي مستوي معهم شيء عروضة يستوي العبيدين جخلي أثبت هذا عيد الماء في حفلة يمكن بعد إيه. ها شوفهم يركبوا المسرحية يمكن يغنوا المسرحية المسرح إنزين هو يغنوا الستيج مو هيك يا سلام عليك عسميك مثقف الربع يمكن عب حدا يغني من المطربين لقدام بنيهم في الليل هي نجيب لي الهنام احنا ما هم باتشي الا يا سومرة. ها وهاتين بعد هناك حاطين الذي يغني زينه يعطوه سياره. ها حاطين يمكن من نصيبنا هذه اظن السوبارو شيء سيارات حمراء. ها مو هي عاب انت اخبر عني في السيايير ربع ولا بيسه تعال نقحم هنا هو انت شوف. اما الشيخ لا يرابي اللي جالس على تليفونه ما اعرف مو جاي يسوي. ها اما الشيخ ما اعرف مو قانته من هالجاي. ها او سوا تليفون هاي ولا تليفون ولا وانت على بجلس كوفي احنا بغى نتمشى ما جاي نجلس داخل كوفي. ها تعال براويكم يا اخوي تعال 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 ربع نراوي المتابعين ما يعرف انجليزي ما يعرف انجليزي قلت لك. How are you friend? How are you? اليوم في غنى منه؟ Yeah. Song هذا غني song song. Yeah. ها هيجي الربع بيا كبير يريد يغني سيم سيم. هو يغني زين هذا صوت ماله حلو. يقول لكم وين الربع ما مقبول لأنه ما يعرف يغني زين. سمعتم وقال لك؟ سمعته. عزيز براسه. السلام على هالإطلاع يا الربع يا سلام. الله. شوف ذي اليخوت وذي المكانات الحلوة يه 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 هذاك المحمل أبوي طالع احنا تحلو المحمل صورنا حالكم هنا هنا هناك يوكفة هي يطلع رحلات أربع رحلات في اليوم عندهم صبح وظهر وعندهم غروب الشمس وعندهم أبوي عشاء ليلي في البحر ساعتين كل يوم وهناك هناك إدارة الموج وعمان للبحار يا سلام سلم اسمي ابوكم مشروع هايل هذا هذا من اكبر المشاريع على مستوى العالم في في مع حقيل الفنادق والشقق من غير ابوي البحر ومن غير الكوفيات والاسواق هذا لا قالوا لك من النوع القوي هو هذا 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 لا قالوا لك من النوع القوي الله يخليك يا الدكتور دومك مضبط الحين في الموج لا تقول ابوي هسيبه تاية اركب سكوتر ولا شيء موجود ابوي في الموج وطلعوا ابوي على خليج عمان وهناك هم تعدل الكاسر ودق نفلوا نفلتين وانت والخير بعدك لا عن عادي باله حد يسوق بصير ما هيك ما يعني ها قلبه والله العظيم انا بسوق بك انت تعرف عبدو انا بسوق بك الله يسلم القافله هتهتم مره هناك من هنا شكاك بمره بحاذيات الكاسر ما عليك إلا أبويا تقوى تمشي العصراني ها أبو العبد اشتراك البحر أبو راشد ها؟ اشتراك البحر ليش؟ أنت حيري والبحر غمري مو مش شيء؟ حيري والبحر غمري اشتراك هي هاي ترى مقيولة يعني فوق قمة يبل شكرا ايه أشوفك هتسوكرون وهتناطح أنا 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 انا لو افتك لك تشونه ما هيجيبك مو القوارب على ماذا ابو يسوق القوارب صابونهم ما يدقوا الماء وينخلوه انا لو تعرفني يوم زماني احوم الغبيب حالات المنظر غروب الشمس على المعبيله يا سلام يا سلام وضوينا عدد راقنا بس لقايمين من يوم الصبح هذا من وين مسقط مول ها معبيله ذي اسمها البلاد سلام يا المعبيل انها قائمة كلها ابراج ما شاء الله والله يوم ترى بها البناية يطيحون صرق من طولها ما
حتى شركت مع أموي يعني مسقط مول، وهذا أبوي نستو، وإحنا اتجهنا أبوي سيده. حد من العرب بعده عنده بيت ألف ضيعة وضيعة، ولا أنا خلاص أسادك كبراتي. بتنام الربع؟ أوه الربع، والله إنه نام في السيارة.